تارت التومات، وطبعا في معنى اليوم قالب الكفته اللي راح بكفيه الشيف. ليه عم تضحك؟ مش هودي هن راح اليوم تعملهم؟ فيك تقول تارت التومات 10 مرات ورا بعضهم؟ ولو ولو عم تتحداني بقصص هي شغلتي استاذ. لك يحو يلا جو. فاذا رح ننتقل على ورشه ملح والشيف شادي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بنص ساعة سوا ورشة ملح مع الشيف شادي. وخبرية كتير حلوة انه بالفقرة الثانية اليوم جوزيف ما رح يكون معنا، فعنا كل الوقت اوكي حتى نشرح الوصفات بهدوء تام. وتيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك رح اشرحهم كلهم سوا. رح بلش اول شيء باول وصفه اللي هي هيدي العجينه اللي انا عملتها بتعقد بتجنن. الوصفه اكيد تجهزوا، رح حضروا ورقه والقلم والدفتر قدامكم مشان تكتبوا هالوصفه الحلوه اللي عملناها، عجينه التارت اللي عم بعمل منها البندوره او تارت البندوره، تارت الطماطم، تارت القوطه، اوكي. ومثل ما قال جوزيف تومات، انتم عارفين كلمه تومات جايه من طماطم، انتم عارفين انه كلمه بومودورو اللي هي البندوره بالايطالي جاي من بندوره، بندوره بومودورو طماطم توميتو. يلا هيدي العجينه اللي انا حطيت 2 كوب ملطحين، نص كوب من الزيت، حطينا لهم حوالي يعني ما بيطلعوا كمان نص كوب من المي مع ملعقه صغيره من السكر وملعقه صغيره من الملح. عملنا عجينه بتطوش، انا سميتها عجينه التارت بس عجينه التارت كذابه، اوكي؟ فكذابه بمعنى انه مش بالزبده وما حطينا البيكنج باودر بقلبها، يعني عملناها بهالطريقه. هلا اللي بدي اعمله، انا عملت صينيتين، هلا بنروح لعندهم الصينيتين، وهلا انا هون رح كمان خلص هيدي الصينيه حتى فرجيكم اياها كيف بنخبزها وكيف كمان بتطلع معنا. وضل عندنا هلا هول اوكي شكلهم كبات بات امودلي، بتعرفوا بات امودلي رح احطها هلا انا هون هيك بطريقه حلوه، بعدين بقول لكم ليش. حطيناه هون عملنا هالعجينه بتعقد على صينيه مرشوشه بالزبده او البتر سبراي او شو اسمه الاويل سبراي، او مدهنها بالزبده نحن السايحه وبنحط عليها شوي صغيره من الطحين، بننفضهم يعني بنكب الطحين الباقي بقلب الصينيه وصار عندنا الصينيه الحلوه. شوكي يا شيف شادي، ثقوب كلها سوا. اول شيء الثقوب رح تساعد انه عند العجينه ما تنفش بقلب الفرن، هيدا واحد. اثنين الصلصه يلي بدي احطها انا على العجينه رح تشوفوها بعد شوي صغيره رح تدخل الى قلب العجينه. يا سلام على الجمال. واحد اثنين ثلاثه، حراره 160 درجه بالفرن، شاعل من تحت وهيدا الفرن. سفيني هيني تعلمنا العجينة، بنعجن العجينة هيني كتير. أي عجينة تارت أو أي عجينة بتحبوا تجيبوها ما عندي مشكلة، بس أنا عملتها بعجينة التارت لأنه بتضل شوي صغيرة بقلبها خلينا نقول طرية. أوكي انتقل هلا لهون. أول شي تفرجيكم العجينة هي وجاهزة، أنا هيدي عملتها رح شيلها لهون رح فرجيكم كيف صارت. أنا عندي هيدي عملناها مثل اللي جوا، رح نقلبها اوعى تنكسري. يلا واو ليكو شو حلوه بتعقد، رح نبرمها هون رح نحطها. وهلا بنقول لكم ليش عملنا هالشغل هيدا كله، رح اجي حطهم هيدي الميل ونرجع على الشمالي راجعين لعندكم اوكي. يا هون هيدي الصينيه بطل بدنا اياها، رح نشيل كل شيء لهون على جنب ونحطهم كمان هون. مع الاسف الشديد يا سلام زيح يا شيف شادي، لحمي مفرومه اكيد، لحم مفروم دائما. خلونا هون بطاطا هلا شيء نوطي النوايا شوي صغير يا شيف شادي هون مع جوق كلك سوا دان. اللحمه وين؟ بالبراد، خليكم شوي. هيدا اللحمه هون وهيدي عندي اللحمه المفرومه صار جاهز. اوكي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هيدا نص كيلو من اللحمه المفرومه حطيناه هون. بدنا نعمل عجينه حلوه كثير ونحطها بقلب الفرن وتكون هيدي العجينه اسمها قالب الكفته، قالب اللحمه، قالب الكبه اللحمه، قالب كبة الدجاج، قالب كبة السمك، يعني فينا كمان السمك نطحنهم ونعملهم، قالب الناجتس لأنه كمان عجينة الناجتس عجينة الدجاج فينا كمان نعملها بهالطريقة، يعني هيدي الطريقة مش بس عجينة القريدس أو قالب القريدس، قالب السومو، قالب السومو الفيمي، قالب اللقوز. إذا بنضل هيك شي 10 ساعات بيطلع معنا شي مليون ألف وصفة، أوكي؟ يعني هيدا هو هالوصفة فينا نعملها بكتير من الاشياء حتى اذا كانت خضره لوحدها. يلا يا شيف شادي يا سلام مع العسل. هلا بتشوفوا كمان الوصفه، طلعوا شو عم بيصير. كاتشب، صلصه بندوره،
خبز مطحون او كعك مطحون، خردل، كمون، ملح، فلفل. يا سلام على هالخلطة الحلوة. وهون عندي شوية صغيرة من شو يا شيف شادي من الباربيكيو صوص. هلا كمان رح نتعلم كيف بدنا نعملك، انه ما رح هيك نحكي عنك من دون ما نتعلم. صار كل شيء جاهز انا عندي، رح نروح بالعجن. طلعوا شو عم بيصير. والعجينة فينا نحط بقلبها، يعني بقلب اللحمة فينا نحط شو ما بدنا من الاشياء التانية. طلعوا، صار عندي انا هون هالكفتة هالعجينة. طلعوا لونها كيف تغير على صلصة كمان البندورة على الكاتشب. رح ارجع اعيد لك، صلصة بندورة او كاتشب، او كاتشب او بندورة او الاثنين سوا. الخردل موجود، العسل بقلبه، واو. حطينا كمان من الباربيكيو صوص، رح نتعلمها بعد شوي. مثل ما قلنا كمان محل الكعك المطحون، اذا عنا خبز باقي تبع الفتوش كمان فينا نطحنه ونستعمله، بيطلع كمان طيب كتير، هيك بقرقش كمان بعقد. وهلا هون من بعد ما اعمل هالخلطه رح ازيد لها كمان شويه ملح. هون صار عندي هلا الباز، اوكي، انا صار عندي هلا خلطه بتعقد، فينا نزيد عليها اشياء تانية يا شيف شادي. يعني صنوبر بقلبها، فستق حلبة بقلبها، يعني هيك بنجملها، فينا نحط فيها فلافلة حلوة حمراء بقلبها. يي عندي شوية زيتون، شو رأيكم؟ بنجيب شوية زيتون يا شيف شادي، وينكم هون؟ ها؟ اوكي، بنجيب شوي كمان من البارميزون يا شيف شادي كمان، ها شوي، يعني شو ما بدكم فيكم تزيدوا، اوكي؟ بس عملتها على الحركة هلا مشان تاخذوا فكرة إنه نحن فينا نعمل يلي بدنا إياه. يلا يا زيتون، فوت بقلب هالعجينة الحلوة، وصار عندنا خلطة بتطوش بتحقق. لكن هلا أخذنا هون فكرة كيف بنعمل اللحمة، الخلطة، أو كيف بنعمل العجينة. هالعجينة صارت عندنا إياها جاهزة، وهون يلا يا شيف شادي بدنا قالب. أي قالب بينفع، بس إذا بدنا نعمل بدنا نعملها شكل مبروم، في قوالب مبرومة، بدنا نعملها شكل مثل الانجليش كيك، عندنا قالب الانجليش كيك، بدنا نعملها مسلوقة فينا نسلقها، يعني فينا نعملها كمان مبرومة، نربطها بشقفة ونحطها بقلب المي وبتنسلق بتصير مثل الروستو، اعملوا اللي بدكم اياه. أنا عندي قالب، هالقالب كتير حلو، أنا مغطاه بالألومنيوم فويل كرمال ما تبين الماركة الموجودة عليه أو اسم القالب، أوكي؟ بس مش ضروري نحن نحط هذا الموضوع، أوكي؟ بجي أنا ليكون لحمة بقلب القالب، بحطها بهالطريقة، بنبلش نحن نصف هاللحمة كلها سوا، واو. هيك واحد إذا كمان كان عنده سنوبر في حط بقلبها سنوبر، في حط بقلبها كمان جوز، في بحط بقلبها لوز، شو ما منحب بيوتنا فينا نعمله بهالقالب الحلو وهالكفتة. وبرجع بعيد اللي ما كان عم يحضر هلا فتح التلفزيون، إنه بهالوصفة فينا شو ما بدنا نستعمل من أنواع اللحومات، اوكي. وهلا يا شتشوت هون نجي نحن، طلعوا شو اسمه باربيكيو صوص، شو اسمه عسل، طلعوا العسل، وكمان على كل اللحمه من فوق الباربيكيو صوص حتى تدخل فيها، اوكي، وحتى تنزل، ولما بتسخن كمان الصلصه بتستويلي وجه اللحمه من فوق، مزبوط، يعني مش ضروري انا شعل الفرن من فوق. هيدا واحد. اثنين، فينا نشويها على طريقتين، الطريقة العادية، يعني طريقة هيك، بجيب أنا صينية، بحطها بقلب صينية، وبشوي بطريقة عادية، والطريقة الثانية هي طريقة البان ماري، طريقة البان ماري يعني حمام ماري، حمام ماري، من المكان بان شادي مثلاً، أوكي، لكن حمام ماري أو بان ماري هو لما بنحط نحن مي موجودة بقلب الصينية ومنحط بقلب القالب، مثل ما بنعمل الكريم كراميل أو بنعمل الباناكوتا مرات، إذا كنا باناكوتا كمان عاملينها بالفرن، إذا عملنا الكريمة كاتالانا بالفرن، يعني هالقصص كلها بنحطهم بين ماري. هالبين ماري أو بالإيطالي اسمه بانيو ماريا، بنحط لك مي هون لحدود النص ومنحطها بالفرن، هيك بيستوي كمان على مهل. أنا رح استويها بسرعة، أوكي، ومنحطها بالفرن مع كمان التارت اللي كانت موجودة. بدنا نزيح التارت يا شيف شادي، بتعمل شغلة ما بتزيح هيك، معقول بهيك شيء؟ يلا، هي زحناها على اليمين، وهيدي حطيناها هون، وهيدا التارت الكفتة صار عنا إياها بالفرن. شو تعلمنا لحد هلا؟ أخذنا فكرة عن موضوع اللحمة، أخذنا فكرة عن موضوع العجينة، وأخذنا كمان فكرة كيف منصف العجينة بقلب الصينية ومنحطها وين؟ بالفرن.
وخلطه الكفته اللي انا عملتها هلا يوم الاربعاء، بكره الخميس، بعد بكره الجمعه، بعد 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 بكره السبت، بعد 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 بكره الاحد، بتعملوا كفته، كفته سيخ كفته على الفحم بهيدي الخلطه، عسل بقلبها. يعني شيلوا البصل والبقدونس على جنب المتعودين عليه بالكفته، واعملوا هيدي الخلطه وادعوا لي. يلا بندورة، زيتون، حبق، جبنة البارميزون، زيت زيتون، ملح، فلفل، نسيت ايه، كابر وزيتون وحبق رعيدهم مهم، وطومات سوريس. يا بيي شو هالخلطة، طلعوا فيها لكن طومات سوريس هلا كمان بنقريها بعد شوي صغيرة بنكتبها. البندورة كلهم خلطة بيعقدوا بجننوا مع بعضهم، بنزيحهم على جنب هيك هيك. بنجيب أول قالب اللي عملناه، هيدا هو اللي عم نعمل طرد بالبندورة. أول شغلة بنعملها، بنجيب شوي صغيرة من البارميزون هيك، طلعوا، بنحط على القالب. خليكم معي بعد دقيقة ما نطلع بريك، بس هلا بدي خلص هذا الموضوع هيك 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 هيك. بنجيب المبرشة، بنبرش الايمونتال. طلعوا شو عم بعمل، شايفين شو عم بعمل؟ ليكوا الجمال شو عم بيصير هون. هيدا كله سوا، من بعد ما عملت هيك رح أعمل على التاني، يعني التاني اللي أنا عندي نفس الموضوع. ايمونتال، طلعوا البرش عليها، بعدين عندي البارميجانو ريجانو او الجرانا بادانو، يعني كمان هن اليوم صاروا عم يبيعوا الجرانا بادانو محل البارميجانو، مثل بقى في كمان جرانا بادانو طيبين وجرانا وبارميجانو كمان طيبين. البارميزون هون يا شيف شادي بتفوت على الفرن لمده دقيقه تدوب الجبنه عليها قبل ما احط البندوره وخلطة البندورة. فهمنا كيف؟ يعني بحطها أنا هون بالفرن. يا سلام على الجمال، حطيناها أول صينية. هلا بتدوب الجبنة، بس تدوب الجبنة ما نطلعها على برا، نحط عليها هالحشوة الحلوة الجبنة كمان فوقها، وبنرجع بنفوتها على الفرن بانتظار الجبنة تدوب واللحمة هيك بالكفتة وقلب الكفتة يبلش كمان يستوي، وكمان عجينة التارت التالتة بالفرن يستويوا. عند المي عم تغلي، البطاطا عندي إياها جاهزة، السبانخ قدامي، وصلصة الباربيكيو نطرتنا. وجوزيف بعتذر ما رح يكون موجود. باي. لكن انا لما حطيت هون العسلات، عودي لمتابع، انا لما حطيت لك عالم الصباح تركني احكي، قالوا لي انت منك جاي، قالوا لي منك جاي، فوتني بالحيط. انا بحب اعمل لك مفاجآت. برشة ملح، بنكمل احنا وياكم الكفتة والطرد. بتطلعوني كذاب قدام المشاهدين تبعولي، بتطلعوني كذاب. انسولين انسولين. طلع معك سكري. بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله. اول شيء خلينا نقول شغلي هون اهم من الشغله بدك تقولها. اكلاتي اهم من اللي حكيت تبعولك. كيف بتقول على الهوى انه انا ماني جاي؟ كيف بتقرر اصلا؟ مين انت لتقرر؟ لك انا بقرر كل شيء بالتلفزيون. كل شيء، يعني انا بقرر يطلعوك على مثلا انت هلا مش على الصوره؟ انت هلا مش على الصوره؟ ايه شيلوا عنه الصوره لجوزيف. خالد ما تسمع منه. رجعوا الصوره على جوزيف، اعملوا معروف. شفت؟ انا بدون الموضوع كله. اوكي هلا اعمل لك شوي صغيره، خليني اللحمه حطينا عليها باربيكيو صوص، حطينا عليها شو؟ بعدين العسلات خلي تفوت على الفرن هلا هون. وليك شو عم بيصير كمان، شو عملنا بالتارت اللي حطيناها كمان عليها جبنه، هيدي اللي عملناها قبل شرحناها، حطينا عليها جبنه وبارميزون وجانا حطيناهم بالفرن تدبت شوي صغيره الجبنه. في اطلب منك خدمه؟ اعمل لي عجينه خدها معي. بتحب تكون عندي على البيت وانا بعيش محلك ببيتكم، بربي لك اولادك، بعطيك على المدارس، قد ايه بيطلع عليك جامعه بالسنين؟ بتعرف ما بعرف بقولوا طبخ نفس، طبخ نفس، انت هي النفس الوحيد اللي عندك ايه، ان شاء الله الله لا يقطع لك ايه. طب تعال هون ساعدني، طيب ساعدني ساعدني ساعدني، ما زالك بدك تعمل بارليك سوس؟ انا بعملها بالبيت، تعال كثير منيح هون عندك، تعال هون على البارد اول شيء. تعال شو؟ شيلوا الصورة عن جوزيف وانا جوزيف، شيلوا، لا لا شيلوا الصورة عنه. لك ما في، تعال هون الصورة هون. ما بتقدر الصورة، هيدي الصورة هون. ايه هيدا الغلط. طب انا رح بلش اصلا. ايه وراي، اوكي يلا. رفع البيكي صوص انا بعملها. السكر وسكر لحظة، خردل، تلت كباية سكر اسمر، اوكي، مع نص كباية سكر ابيض، اوكي،
هيدا مع بعضهم. برجع منجيب موتارد، موتارد كباية موتارد 250 ملي، لازم بعد شوي. اوكي ايش بروح حرب شلك موتارد يعني؟ لو انت قررت قديش وقت تعمل الكمية ما فهمت يعني خردل يعني سكر، هذول اللي بيعرفوه عن غايب اصلا، سكر اسمر وسكر ابيض وعندك خردل. اوكي بس الكمية طيب ما بدي صوت. بحب اشدي لك اياها؟ ايه اذا ممكن. هلا الزبدة اخر شيء نستعملها والصويا صوص اخر شيء، في خل بدنا كباية خل، فيكم تستعملوا الواين اذا بدكم. خلينا نرجع عنها. خل تفاح او دايما مقادير السكر بيكون نص مقادير الخردل. اوكي مقادير السكر بيكون نص مقادير الخردل، معي ولا مش معي؟ معي. الخل كمان التفاح اوكي او عصير العنب فينا نستعمل، بده يكون نص كميه كمان الخردل. نص كبايه يعني. يعني اوكي هلا ادلقهم، ما فيك تروح ادلقهم هلا هون يا جوزيف. بس قد نص كبايه لك ايه. لك مش كثير ايه ايه. بس خلص اوكي منيح هيك. نروح على كمان اوكي نروح لملعقة صويا صوص. ملعقة صويا صوص مش شو اسمه؟ صويا صوص؟ صويا صوص. صويا صوص. جاي بنشوفها على هيدي شو؟ ملعقة صويا صوص. بنروح ل نكهة الجوز. نكهة الجوز. أو زيت الورد، أنا عندي شوي زيت الكمون شوي صغيرة، برافو عليك. أوكي؟ الزبدة والميت. ياي 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 ياي. أوكي. اللي أنا هلا بدي أعمله هون الزبدة مش كلهم هو بس. أوكي، هلا أنت لو حكيت الكاميرا ما رح تروح لعندك. إنه خلص خلصنا من الموضوع. طيب. يلا. شو بدك تعمل هلا؟ حطهم هون على النار. يا سلام. ولع. حطيت شوي صغيره من المي، بدك تحط شوي صغيره من المي عليهم. والزبده. الزبده مش هلا بالاخر. بالاخر برافو. وانت هيك قلت لها برافو عليك. لك انا هلا هون شفنا كمان جوزيف اللي حط كمان من الخردل، تنقول كبايه من الخردل، بنحط لها نص كوب او ربع كوب من السكر الابيض، ربع كوب كمان من السكر الاسمر، ربع كوب من خل التفاح، بنروح على ملعقه كبيره من الصويا، اوكي؟ ومنروح بعدين على شوي صغيره من المي وملعقتين من الزبده، ومنحط نكهه الجوز بالاخر اذا عنا، ما عنا عنا نكهه اللوز ما في مشكله، عنا اي نوع من الزيوت اللي بتطعم فينا نحط نحن بالباربيكيو، ملح وفلفل احمر لك وينو عندك هلا اونيكي بيعقدوا. لك وانا هون شو عم بعمل احبائي، خلونا اول شيء نشوف هون بالفرن. واو 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 ياي جوزيف، لك شو صار؟ لك شو صار معي يا جوزيف؟ نحسني يا جوزيف. شو عملت؟ شفت؟ قلبت الكيك مع شيء يلا، بس انه هلا بيشوفوها لانه حرقنا ايدك. اوكي حطوها هلا هون. كيف صارت الباربيكيو صوص؟ وصرنا هون الباربيكيو صوص اللي عنا اياها، طلعوا هون شو حلو هلا، ليكو انا شو بعمل؟ طيب عندي سؤال شادي. نعم قل لي. فينا باربيكيو صوص اوقات نزيد له عسل؟ 100% فينا نزيد له عسل، بس نقلل من كميه السكر، مثل ما سمعت كارلا امبارح كانت عم تقول انه كل ملعقه صغيره اوكي من العسل بالكالوريز بتساوي ملعقة صغيرة من السكر. أوكي. هاي بالكالوريز. أما إذا بدنا نحط عسل محل السكر الكمية بتكون أقل من العسل، لأنه العسل بحلي أكثر من السكر. الإفادة أفضل. أي أكيد أكيد بحلي كمان أقل من السكر. المقادير التارت هلا على الشاشة وأنا عم بعمل التارت أنا قدامكم، طلع هلا التارت بالبندورة. جوزيف طلع بالجمال. كثير. هيك؟ عم طلع فيك. ما أنت عم تطلع بالتارت. طلع فيك. طلع فيني معلوم. أوكي. هلا اللي بدي اعمله هون بارميزون على وجهه، طلعها شايف؟ بارميجانو. بارميجانو ريجانو على وجهه، بناخذ نحن الايمونتالوني، انت لك شرف تفضل. تبرش ايمونتال، خذ هاي المبرشه عليها من فوق، انت بتحب موضوع الجبنه، وانا هون كمان برجع كمان لعندي. وهون برجع كمان نفس الشيء، رح نعمل تارت عن جديد، وجيب معك الايمونتال وتعال لهون يا جوزيف كمان. نبرم نعمل اثنين، عم نعمل اثنين اليوم. وهلا اذا بدك كمان شو بتعمل؟ منحط كمان شوي صغيرة من العسل عليها من فوق من دون أي مشكلة. واو طلع يا جوزيف كيف؟ كيف الموضوع؟ وهيدي البارميجانو ريجانو. هلا وهلا كمان مقادير اللحمة كمان على الشاشة. أول شي بدي فرجيكم شغلة، أنا هون قلبت مني هلا أنا وعم شيلها، بس تطلعوا طلعوا اللون الحلو، طلع طلع القرب اللي عندي. شو بدك؟ روح من عندي شوف. اوه شو بتعمل تعملها قدامه، بس انا وقعت من ايدي، بس طلع اللون تبعها، طلع كيف كمان بتطلع كلها سوا، يعني الوصفه 100% اللي عم نعملها، شو رايك؟ مش بتفرط هيك يعني؟ لا 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 لا، بس انا لانه انحرقت اصبعي هون شادي اكيد وحيت بالله العظيم. اوكي يلا ده سيدي حطيناها هون. هلا اللي بدي اعمله، واو عندنا هون الكفته كمان، العجينه صارت كمان نوعا ما جاهزه، رح نجيب نحن هودي الصواني يا جوزيف، ومنحطهم وحده تحت وحده فوق. ياه وهلا سكرنا.
هذا بالنسبة للتارت طومات. هيدي بدها ربع ساعة لتغلي. بس شوية تعقد بنحط لها شو؟ ملعقة زبدة. اوكي. وصرنا عم نعمل شو نحن هلا؟ باربيكيو صوص. باربيكيو صوص، اوكي؟ هلا بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح اعمل قرص بطاطا هون، طلعوا شو رح يصير. يا سلام، طلعوا كيف عم نقطع البطاطات بهالطريقة. البطاطا بس نقطعهم بهالطريقة جوزيف. اوكي؟ انا بس احكي جوزيف اتعلم له، قايل لك مليون مرة يا زلمة، بس انا احكي هدوء. بقول لك شغلة، أنا أكثر العالم اللي بتعلق على الفيسبوك عندي إنه بليز ارحمنا من صوته بس يكون موجود، لأنه ما بيقدروا يلحقوا عليك. بتعرف قديش عم بحلم يكون إصبعك محل البطاطا؟ ليك سؤال، بدي أقول للمشاهدين نصيحة، لأنه أنا استعملتها بالبيت، وهي فيكم تجيبوا فيليه سمك أو فيليه لحمة أو فيليه دجاج مثل ما هن، تحطوا فوقهم هيدي الصوص وتفوتون على الفرن وتكون يستووا معهم. إذا بتكون من أول من دون ما تشوون لازم تزيدوا كباية مية عليهم، حتى أنه تعرفوا الصوص بتكون شوي سميكي، هيك بتصير أرخى، فيها تعقد على مهلة بالفرن. وخدوا مني هالنصيحة وعملوها بلا رز. شادي أنا عم بقول شيء أنا عامله بنصايحك، ما عم بقول شيء عم تعدى عليك. ما تتعدى على مهنتي، ما عم بتعدى على مهنتك. أوكي. مين علمك عليهم؟ شادي. مين هو القصة كلها بالتلفزيون؟ مين هو الكاميرا كلها؟ شادي. اوكي. شي مره بالتلفزيون المستقبل الكاميرات رقصوا مع بعضهم؟ ليك انت صغير بالبيت. رقصوا شي مره الكاميرات رقصوا مع بعضهم؟ شو رقصوا؟ ليك الكاميرات كيف بدهم يرقصوا؟ طلعها، طلع الكاميرات كيف بدهم يرقصوا. واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. شي مره شايفها هيدي؟ مش مرتاح. شادي انت صغير بالبيت. شي مره شايفها؟ لا بس جاوبني. شو طلع لك بعينك؟ جاوبني. شو طلع لك؟ جاوبني، انت صغير بالبيت؟ لا انا الكبير، ابو شادي بيي. انت الكبير. وانا ابو ايميل. مغنج يعني. ايه معلوم. بس يا ابو شادي مغنج زيادة عن اللزوم. عن جد. لك هون الزيت، اسمعني ليك الزيت، ليك الزيت، بلا بمسكربين على راسي. ياي 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 هيدي على كبر والله. ليك السبانغ، طلع السبانغ هون، جيب ملعقة من عندك. حاضر والله. ليه ما بتنزلي؟ ما بده ينزل السبانغ، هات يلا. حاضر. جو سبانغ. برافو، أول شيء هيدي صارت جاهزة، خلينا نحطها هلا هون، واو الصوص صار جاهزة. حطها سبانغ. وهلا هون كمان معنا كمان البطاطا اللي حطيتهم كمان ينسلقوا هون، ليك جوزيف ما ينسلقوا هون البطاطا، شوي صغيرة رح نشيلهم. زيح شوي، ياي، وهون صفينا البطاطا يا ابو الزوز. وتطلع شو رح اعمل، طلع شو رح اعمل هون. حرك. حاضر. هيدي هون هالطريقة بطاطا مع السبانغ، تطلعوا فيهم، رح نحطهم حد هلا، الكفتة بعد شوي صغيرة، والملح هون، ياي، وهون كمان عندنا الزنجبيل شوي، وعندنا كمان من جوز الطيب شوي صغيرة، وعندنا من الفلفل شوي صغيرة، وأنا بروح على الفرن. منشوف واحد أبو الزوز، أبو الزوز. أوه كيف الوضع؟ منيح ولا مش منيح؟ خلي واحدة ما تكسرها أبدا. طلع هون شو صار عندنا كمان هون، وين عندي كمان هون؟ ها لك ونني هون، ورح شيل بهالطريقة. أوكي وإجي أن دو تروا. شو رأيك؟ عظيم. بيتزا باستر منيح هيك؟ عظيمة يا. عظيمة. هلا منروح على الثاني، أو بعد شوي صغير الثاني، بس خلينا ناخذ أول شيء الكفتة. وهيدي هي الكفتة هون. شو؟ ياي. ناخذ نحن هل هالصحن، ناخذ كمان هالكفتة هيك، ناخذ نحن هون بهالطريقة. شوفوا كيف؟ ومنبرم الدنيا كلها هيك. أوكي؟ شوفوا كيف؟ ها. إن شاء الله. هيك. اكيد نحن عندنا هلا الكفته او قالب الكفته اللي عملناه رح كمان يقبع معنا بطريقه حلوه. شو بتقول جوزيف؟ جوزيف شو بتقول؟ هيدا قالب الكفته معلوم، هيدا هون قالب الكفته بيعقد بجنن. انا هلا بشو بدي لازم الباربيكيو صوص، احط له باربيكيو صوص، بس قبل الباربيكيو صوص ايش بنحط له بعد؟ يعني عسل؟ فينا نحط له عسل، اوكي؟ يعني نحن اليوم فينا اول شغله فينا نعمل نحن صوص تومات بهالطريقه، طلع كيف؟ فينا نحط له رب البندوره، قصدي الكاتشب، فينا نروح على طلع جوزيف، طلع على عصايته جوزيف، طلع شوي صغيره هون قالب الكفته، طلعوا
طلعوا كيف. وهلا حط الباربيكيو صوص بليز، شوي صغيره اذا بتريد، اللي عملها جوزيف ولا اجمل من هيك. بناخذ سكين، زيح يا ابو الزوز، اوكي، بناخذ سكين هيك وبنبلش. ياه يو ابو الزوز، طلع هون كمان قصه بهالطريقه هيك. ياه هيك بفوتوا الصوص على قلبه، فهمتوا انا شو عم عملت هلا هون؟ بفوتوا الصوص على قلبه بهالطريقه. وهلا شو بدي؟ بطاطا بدنا نحطها هون شوي صغيره، وحده وحده التانك، اوكي، مع السبانخ. يعني عملنا لكم من قالب الكفته، اوكي؟ بنروح على كمان التارت اللي رح اعمله بعد انا هلا، بدي قص بعد التارت. بدي عنا وقت يا جوزيف؟ دقيقة، نص دقيقة. هون انا عندي التارت هلا هون، جوزيف عم يعمل صحن، بس ما تحط كثير جوزيف، شوي صغيرة يا جوزيف. شو شوي؟ بكل معنى الكلمة، والكلمة بتبلش بالبي رو، وتاني حرف كاف رو. بكرهك يا جوزيف على العمل اللي عملتها. ليش شو صار؟ يلا هون، يلا ليكو شو حلو. بس انا بسرعة بدي اعمل هلا شغلي هلا هون، خليكم معي. يييي معلي 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 معلي، يلا هون طلعوا شو بدي اعمل، لانه بسرعة عم بشتغل. بدي فرجيكم بس انه انتم فيكم تقطعوها، اوكي، بالبيت بهالطريقة. جوزيف طلع، جوزيف طلع. كيف الوضع؟ رائع. بكرة بلاقيكن بحلقة جديدة. يا خيو خلص خلص. بكرة. بس أنا بحبك. بكرة. لكل المشاهدين بكرة على صباح جديد 10:05 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء. صحتين شادي.